رجعنا لكم مره ثانيه كوتش عبد الله abdifitness.com. اليوم ورك اوت راح يكون برا، جو حلو فلازم نقتنص الفرصه هذه. الورك اوت عباره عن فيت تيست، راح نسوي 2 مينتس 4 اكسرسايزز، بوش ابس، بول ابس، سكوات، والتمرين الرابع راح يكون ركض عادي. اوكي سو ليتس ستارت اكسرسايز نمبر 1. 2 مينت، استخدم يور فون. Let's do it. راح تسوي بوش اب لما توقف، اذا تعبت كمل مره ثانيه، ريح شوي وارجع مره ثانيه. بيسك بوش اب مثل ما تشوف. نسوي ورك اوت نمبر 2. رجعنا مره ثانيه اكسرسايز نمبر 2، راح نسوي بول ابس. ما لقيت احسن من هذا، راح نسوي بول ابس داخلي كذي 2 مينتس. تايمر اشتغل، ليتس جو. خلصنا، رايح 3 مينتس ورك اوت 3 رننج. شوفوني معي. اوكي اكسرسايز نمبر 3، راح نركض 1600 متر. اوكي راح تشوفني اركض اسرع شيء وارد اسرع شيء. مو تلتزم في 1600، احسب 3 دقائق اركض اسرع شيء عندك ترد مره ثانيه. اوكي راح اخذ وضع الاستعداد. 1 2 جو. دقايق برد حق تمرين نمبر 4. اكسرسايز نمبر 4 اخر تمرين، راح اسوي سكوات ونص لمده 2 مينتس. اوكي اخذ التايمر، ليتس جو. انزل زاوية 90 بس لا تنزل ديب.
outdoor workout today. 4 تمارين easy مثل ما شفتوا. ممكن تسويه برا، ممكن تسويه بالجيم، بالبيت، عندك جهاز مشي، تريدميل. سوى برا بالاسبوع، شوف لياقتك. كل اسبوع تزيد عن بعض. كل مرة تزيد، شوفك مرة ثانية. Peace out.